طيب واقعيا شايف حظوظ نادي الزمالك ازاي في المنافسات او في البطولات اللي داخل عليها؟ يعني الزمالك عنده الدوري المصري لسه ما بدأش، الكونفدراليه الافريقيه لعبت في دور ال 32 خسرت اول مباراه، عندك لسه مباراه للتعويض في مباراه العوده، عندك كاس مصر القديم وصلت فيه لنصف النهائي امام بيراميدز، عندك كاس جديد لسه ما بدأش. شايف حظوظ نادي الزمالك في المنافسات والبطولات اللي جايه ازاي؟ انا مؤمن طبعا ان كل اللعيب من حقه انه يطالب بحقوقه، وان اللعيبه دي عندها حاجات لازم تاخد مستحقاتها. انا طبعا ده، بس لو لعيبه الزمالك ما لعبتش الفتره اللي جايه للزمالك ولعب روح الفن البيضاء، الزمالك هيبقى هيقدم موسم زي الموسم ده. لازم ده، لازم الزمالك في فتره من الاوقات لازم انسى فيها ان انا ليا مستحقات ولا مشاكل، لازم ابقى عارف ان انا خلاص دلوقتي انت فتره لحد يناير كل اللعيبه خلاص انا واصل، دول يبقى موجودين واصل عندي. لها ده لا لحد يناير، ما خلاص لازم انت كمان مش هينفع اللعيبه تبقى، اي حاجه يبقى فيها مشكله لا يعني. لازم كان اللعيبه تبقى عارفه انه اللجنه اللي بتدير الزمالك في الاستاذ مدى البنيه دي لجنه بتصير اعمال، فمش عايزين نضغط عليها. احنا ان شاء الله عندنا مجلس منتخب في 20 اكتوبر، المجلس ده جاي بافكاره وجاي برؤيته وجاي بخططه انه ينهض بالزمالك وانه يعمل ده. خلاص نبقى نستنى ناجل اي، انا قصدي ايه، احنا قدامنا مثلا العب بنتكلم وركز شهر في الملعب قدام وسيبك من كده، اي انت مشاكل قدامك تانية. شهر انت استحملت، وده له ثمن كبير قوي عند جمهور الزمالك. خلي بالك جمهور الزمالك بيقدر قوي قوي، وشوف ده جمهور الزمالك في المدرجات لما بتهتف للعيبه بتبقى عارفه مين اللعيب اللي ضحى عشانها، وعارفه مين اللعيب اللي هو ايه ما استغلش الفتره. جمهور الزمالك ذكي قوي قوي، وشوف لما تروح الماتشات في استاد القاهره شوف بيندهوا لمين، شوف دايما يجيبوا عبد الشافي منين عشان عبد الشافي عمل كذا، شوف هم بيحبوا صحيح. ده، مقدرين قوي قوي، مقياس كويس قوي جمهور الزمالك في المدرجات. كتير او قليل بيحضر 5000 او 10000 او حتى 100000، بس هو عارف كويس قوي قوي مين اللي بيلعب عشان خاطر فانيله الزمالك ومين اللي بيلعب عشان خاطر ان هو مستحقات او بيستخبى او بيعمل. فانت مش محتاج، انت قدامك شهر تقريبا بنتكلم فيه، يا عم انسى ده، انسى المستحقات تقريبا، احنا بنتكلم ان اللجنه ادت لهم جزء من مستحقاتهم كويس قوي قوي، فبنتكلم ده. لو هنقعد نشغل نفسنا بمستحقات وبامور تانية خارج اللعب ما ركزناش في اللعب، اتخيل ان احنا قدامنا موسم صعب صعب. لكن لو رجعنا تاني نلعب روح الفانلة البيضاء، دول المجموعه الموجوده من الاهلي مش وحشه بالعكس، وتكمل ممكن زي ايه احنا في فتره مثلا ممكن مستواهم قليل، عدم تركيز، او هي نفسها البداية فتره هم البداية. او لا فتره الفوضى. ما احنا مش، انا اسف يعني النهارده كان بيقعد معايا عشان اجدد فلان فمشي فلان فجه فلان، انا كل شويه بشوف حد معين، كان في اداره مشيت اداره جه برضك، الحاجات دي اللي هي بتاثر بيها واحنا مؤمنين بيها هي عشان مش بس يعني خلي بالك يا استاذ عاطف، يعني حته فتره الفوضى يعني بنحاول ننتقي الوصف اللي احنا نوصفه، هي مش فتره فوضى، ممكن تكون فتره عدم تركيز ولكل جواد كبوه، هنعتبر ان لعيب الزمالك في الكبوه في المباراه دي، ان شاء الله باذن الله يعوضها.